ليش انت جاي هان هيك على طريق الواد هذا؟ جاي انا اول حاجه جاي افرج البنات. وين هذا وطن؟ مين هذول البنات اللي معك؟ هذول بنات ابني. طيب بنات ابني جاي افسحهم واعرفهم. هذه هي غزه بيتنا، مش فيش بعيد 3 كيلو 3 كيلو ونص بكون انا في بيتي في وطني الثاني. لكن لكن مش قادر انا اخش لانه الاحتلال هو قابض على طريق ومش قادرين نخش لانه في طيران انا شايفه، والكابتر هادي انا خايف منها بشكل رهيب جدا. انت وين نازح حلقيت؟ في دير البلح، وجاي من دير البلح على انصراط عشان بنتي موجوده في انصراط، عشان هيك. وانا جاي اهم اشي افسح البنات، بس اشم ريحه غزه، بس اضعف الايمان يعني. قديش لك نازح من غزه؟ الي 3 شهور ونص. يعطيك الصحه يا رب.